بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معكم محمد الطناني، وأهلا بكم مرة تانية في قناة طناني أكاديمي، وهنكمل مع بعض كورس ويندوز سيرفر 2022. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في موضوع الجروب بوليسي، وبدأنا نشوف شوية جروب بوليسيز كده، وعرفنا إزاي نفتح أصلا الكونسول، وبيتطبق على سواء يوزرز أو كمبيوترز والكلام ده كله. طيب، بالنسبة بقى للجروب بوليسي عشان تسمع على أجهزة الكلاينت، أنا كان ممكن إن أنا آجي أعمل جي بي أبديت سلاش فورس، وده بيبدأ يعمل أو يسحب البوليسيز كلها من الدومين كنترولر، بينفذها بطريقة فورس. بس ساعات ما فيش حاجات كانت بتطبق، غير لازم أعمل لوج أوف ولوجن تاني لو الحاجة على اليوزر، أو إن أنا أعمل ريستارت للماشين كلها لو كان البوليسي معمولة على الكمبيوترز. أو ممكن بقى تسيبها وهي تتطبق لوحدها، وبتاخد وقت بس بترجع تتطبق لوحدها في الآخر، والوقت ده بيبقى غالبا حوالي 90 دقيقة، دول ثابتين، وبيبقى فيه 30 دقيقة كمان بعدهم كده راندم، يعني ممكن جهاز ياخد دقيقة واحدة بس بعد ال90، وجهاز تاني ياخد دقيقتين، وجهاز تاني ياخد ربع ساعة، وجهاز تاني لحد 30 دقيقة راندم، والموضوع ده طبعا بيتغير. فخلينا كده نبدأ بالحتة دي كده ونشوف هنعرف نغيرها منين أصلا. هنفتح الكونسول كده بتاع الجروب بوليسيز، اللي هو جروب بوليسي مانجمنت، وأروح على الجزء بتاع الدومين ده، الديفولت دومين بوليسي، أعمل عليها رايت كليك وبعد كده إديت، وعلى الجزء بتاع الكمبيوتر كونفيجريشن أروح رايح على البوليسيز، بعد كده administrative templates، بعد كده system، بعد كده هنلاقي في هنا حاجة اسمها group policy، جواها هنا هنلاقي في حاجة اسمها set group policy refresh interval for computers. دي لو ضغطنا عليها، وقبل ما نضغط عليها كده لو فتحناها كده هتلاقي ده الديسكريبشن بتاعها، واحنا اتفقنا ان احنا لازم نبص على الريكويرمنتس هنا عشان نعرف انهي اوبريتنج سيستم هتبقى سبورتد للجروب بوليسي دي. وهنا بيقول لك ان هو على الاقل يبقى ويندوز 2000. طيب خلينا نعمل دبل كليك عليها، ولو جينا عملنا لها انيبل هنلاقي هنا بيقول لك ان الكمبيوتر هو باي ديفولت دي ثابت 90 دقيقة، وبعد كده في جزء كده بيبقى راندوم انترفال، يعني زي ما مكتوب كده راندوم تايم، بياخد من الوقت او بحد اقصى 30 دقيقه، بس ده ما تبقاش ثابته طبعا، يعني الثابت على كله 90 دقيقه، بعد ال 90 دقيقه ما يخلصوا بيبقى في وقت راندوم، عشان برضو كله ما يعملش ابديت للجروب بوليسي في وقت واحد ويبدا يخنق لي النتورك بتاعتي. فده المكان اللي انت لو حابب تغير منه الديفولت انترفيل. احنا هنسيبها زي ما هي، اتفقنا خلاص عشان تجرب الجروب بوليسي بتعمل جي بي ابديت سلاش فورس، او بتعمل لوج اوف لوج ان او ريستارت. طيب في حاجه تانية برضو، انا ممكن اجي هنا على الجروب بوليسي بتاعتي او على الاو يو يعني اللي متطبق عليها الجروب بوليسي، وليكن مثلا عندي هنا الاي تي، بس دي بتنفع في الحاله بتاعت الكمبيوتر كونفيجريشن بس، يعني هنا عندي ما عنديش هنا بوليسي. طيب لو كان عندي هعمل رايت كليك، بعد كده اعمل جروب بوليسي ابديت، هيبدا يعمل ابديت بس مش هتتعمل على اليوزرز، عشان كده هنا طلع لي المسج دي بيقول لي ان هي تتعمل على كل الكمبيوترز، بس هو مش لاقي اوبجكت خاص بالكمبيوترز. طيب خلينا نروح كده على يوزرز اند كمبيوترز ونشوف كده هل فيها كمبيوتر ديفايس او كمبيوتر اكاونت ولا لا. نفتح سايتس اند سيرفيسز، لا المفروض هنفتح يوزرز اند كمبيوترز، هاجي هنا في الاي تي كمبيوترز، هو فعلا ما فيهوش. طيب الكمبيوتر اللي عندي هو كلاينت 1 اهو، لو سحبته هنا كده على الاو يو بتاعت الكمبيوترز ورجعت تاني كده على الجروب بوليسي دي خلاص مش محتاجينها. لو جيت عملت رايت كليك على الاي تي وعملت جروب بوليسي ابديت، هيبدأ يقول لي انت كده متأكد ان انت تعمل ابديت للجروب بوليسي بس الخاصة بالكمبيوتر، وبيقول لك هنا انت عندك 1 كمبيوتر، فتبدأ تعمل يس yes. هيبدأ يعمل ابديت للجروب بوليسي بالنسبة للكلاينت الجهاز يعني اللي موجود في الاو يو دي.
فدي كده برضو طريقة تانية عشان أعمل أبديت للجروب بوليسي. طيب هنبدأ بقى كده نكمل في موضوع الجروب بوليسي اللي عندنا، وليكن عايزين مثلا نغير الباك جراوند بتاعت الناس اللي موجودين في الشركة، يبقى باك جراوند معينة، فأنا عايز أطبقها على كل الشركة، فهاجي أعملها على الدومين ككل من فوق. فالأول ممكن أجي هنا على الجروب بوليسي أوبجكت، أعمل رايت كليك نيو، أو من هنا برضو رايت كليك نيو، هسمي الجروب بوليسي دي هنا باك جراوند، وادوس اوكي. لو كان في حاجة عايزها باي ديفولت في كله طبعا هختارها من الستارتر، يعني زي مثلا زي ما كنا عاملين قبل كده اللي هي الديناي سي دي، انا دلوقتي مش هحتاج اعملها خلاص. هندوس اوكي، انا كده عملت الاوبجكت، هعمل رايت كليك عليه وبعد كده اديت، هيبدأ يفتح المكان بتاع البوليسي. طيب احنا مش عايزين نحفظ، فانا ممكن اجي على البوليسيز بتاعت اليوزرز كونفيجريشن، بعد كده ادمنستريتيف تمبلتس، هي المفروض موجوده في الديسكتوب، جوه الديسكتوب تاني اعتقد اسمها ديسكتوب وول بيبر، او لو انت ما كنتش عارف مكانها، انت احنا اتفقنا ان احنا بنقف على اول سيتنجز، رايت كليك فلتر اوبشن، وتبدا هنا تسيرش بالحاجه اللي انت عايزها، وول بيبر، وتدوس اوكي، وراح واقف على اول سيتنجز، هيجيب الحاجات اللي هي فيها وول بيبر زي دي، ديسكتوب وول بيبر اهو، ودي مكانها لو انت عايز تروح لها بعد كده. وفي حته تانية بقى، يعني عشان ممكن الناس تغيرها بعد ما انت تعملها، في حته برضو اسمها prevent changing desktop background، يعني انت خلاص هتضيفها الباك جراوند اللي انت عايزها من هنا، ولو عايز تمنع اليوزرز ان هم يغيروها هتبدا تفعل الجزء ده او تخليه enabled، فمش هيعرفوا يغيروا الباك جراوند. خلينا الاول نعمل ديسكتوب وول بيبر. طيب الاول بقى عشان اغير باك جراوند لازم تبقى الباك جراوند دي موجوده عندي في مكان شيرد. طيب هفتح كده الفولدر اكسبلورر واروح على الاي واعمل فولدر هنا مثلا هسميه ايمج، والفولدر ده لازم يكون طبعا شيرد، ادي شيرنج، اعمل له انيبل للشير واخليه افري وان ريد مفيش مشكله، واجي على السكيورتي اتاكد بس ان الدومين يوزرز كلهم هياخدوا على الاقل ريد بيرميشن عليه، تمام كده. طيب انا مثلا نزلت صوره، خلينا كده نروح على الديسكتوب اللي هي الصوره دي، انا عايز اخلي الصوره دي تبقى باك جراوند عند الناس كلها، وليكن هي دي الصوره بتاعه الشركه بتاعتنا، فعايز اخليها باك جراوند للناس كلها، فهاخد الصوره دي واروح احطها في الفولدر اللي انا عملت له شير، فكده اي حد، نجرب مثلا من عند الكلاينت، لو راح على البي دي سي جوه الفولدر اللي اسمه ايمج جوه الصوره دي هيقدر يفتحها من عنده عادي، فهو كده اكسسبل بالنسبه للناس كلها، فكده هتنفع معايا. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه انا بحط الباث بتاعها بالشكل ده كاني بفتحها من على النتورك، اللي هو باك سلاش باك سلاش اسم السيرفر، وبعد كده اسم الفولدر، وبعد كده اسم الفايل لحد الاكستنشن اللي هو 1.jpg، لان الصوره عندي اللي انا حاططها هنا هي اسمها 1.jpg، وهي دي اللي انا حطيتها في الفولدر بتاعي. طيب هنيجي بقى للبوليسي، اروح اعمل دبل كليك على الديسكتوب، بس ده من اول يعني على الاقل يبقى ويندوز 2000. طيب هعمل لها انيبل، هيقول لي هنا اكتب الوول بيبر نيم، وهنا تحت حاطط لي اكزامبل، يا اما هتبقى لوكالي لو انت هتستخدمها على الجهاز ده، بس ده طبعا هتحتاج تحطها في نفس الباث اللي انت هتكتبه هنا في كل الاجهزه. طيب الاوبشن الثاني ان انت تستخدمه بقى باليو ان سي باث اللي هو بتاع النتورك، اللي هو باك سلاش باك سلاش اسم السيرفر، بعد كده الفولدر، بعد كده الفايل، فده اللي احنا هنستخدمه. هنكتب كده او باك سلاش باك سلاش بي دي سي باك سلاش ايمج باك سلاش 1.jpg، وهنا الوول بيبر ستايل انت عايزها سنتر ولا فيل ولا فيت، هنخليها مثلا فيل، وادوس اوكي. يبقى انا كده عملت
اول حاجه ان انا طبقت الوول بيبر ان هي تتطبق على الناس كلها. طيب تاني حاجه انا محتاج برضو ابريفنت الناس ان هي تقدر تغير الباك جراوند اللي انا حطيتها. هاجي اعمل هنا دبل كليك واروح اعمل انيبل على البوليسي دي، فكده مش هيعرف يغير. يعني انا دلوقتي بعمل انيبل للبريفنت، فانا كده ببريفنت اليوزرز ان هم يغيروا الباك جراوند. طيب دي موجوده على اليوزر كونفيجريشن. هقفل كده البوليسي. انا كده عملت البوليسي، عايز اطبقها. هشوف بقى انا عايز اطبقها على انهي او يو. احنا اتفقنا ان انا محتاج اطبقها على كل الشركه، فهاجي هنا على الدومين ككل واعمل له اللينك ان اكزيستنج بوليسي، واختار البوليسي اللي انا عايزها لو اللي انا عملتها دلوقتي اللي هي باك جراوند، وادوس اوكي. هتلاقيها ظهرت معايا هنا. ناقص بقى ان احنا نجرب على اليوزر، فهروح على الكلاينت. طبعا ما فيش حاجه اتطبقت. ممكن نجرب الكوماند، بس ما اعتقدش ان هو ينفع، لازم هنعمل لوج اوف. اجي اعمل جي بي ابديت سلاش فورس ونستنى ان هو يعمل ابديت للبوليسي. كده هو خلص الجزء بتاع الكمبيوتر، وده الجزء بتاع اليوزرز. وهتلاقي مفيش حاجه طبعا اتعملت، فنجرب نعمل لوج اوف. ادي ساين اوت ونعمل ساين ان مره تانيه. نلاقي الباك جراوند اتغيرت زي ما احنا حاطينها في الجروب بوليسي بالظبط. طيب لو جه اليوزر بقى استعبط وعمل وحب يغير الباك جراوند، هندخل على بيرسونالايز، يجرب يحط الباك جراوند دي. هو اصلا مش يعني هو مانع ان هو يغير الباك جراوند عشان الاكتيفيشن. طيب خلينا نشوف اي صوره، وليكن هجيب صوره تانية كده. باك جراوند نبدا كده الايدج بس، ندخل على جوجل انزل اي صوره وليكن ويندوز او مثلا اوبونتو باك جراوند. ندخل على الصورة دي، نعمل لها سيف ايمج از، خليها مثلا على الديسكتوب، ونجرب نغير الباك جراوند بالصورة اللي احنا نزلناها دي. نلاقي مفيش أي حاجة حصلت، ولا كأننا غيرنا أي حاجة. ليه؟ لان انا عملت له بريفنت ان هو يغير الباك جراوند. وبتفتح معانا عادي خالص، لكن لما باجي اعمل رايت كليك وسيت از باك جراوند ما بترضاش. طيب ده كده اول حاجه، او مثلا دي حاجه من ضمن الحاجات بتاعه البوليسي. فاضل حاجه بقى، انا دلوقتي اي يوزر هيدخل هيلاقي الباك جراوند دي معاه. يعني مثلا نجرب يوزر تاني وليكن هنعمل لوجن باليوزر آسر، هنلاقي برضو الباك جراوند نزلت معاه. فأي يوزر هيدخل هتطبق عليه نفس الحاجة دي. طيب لو أنا عايز أعمل اكسبشن لحد معين من ضمن البوليسي أو من ضمن اليوزرز عندي ما تطبقش عليه بوليسي معين، وليكن هنجرب على بتاعة الباك جراوند دي. لو أنا جيت على البوليسي بتاعتي هتلاقي في حاجة اسمها ديليجيشن. ديليجيشن هتلاقي بتجيب لك الناس اللي هتطبق عليهم او الناس اللي ليهم ديليجيشن على الجروب بوليسي دي. طيب هنجرب نعمل ادفانسد واضيف مثلا اسر، واجي هنا في الجزء بتاع الابلاي جروب بوليسي هعمل ديناي. فانا كده بعمل ديناي للبوليسي دي ان هي تتطبق على اليوزر اللي انا مختاره اللي هو اسر. طيب هندوس اوكي. هنا بيقول لك ان انت هتعمل ديناي، ف
خد بالك انت لو هو في جروب في حاجة اسمها allow في الجروب وفي حاجة تانية deny، الديناي هي اللي بتغلب في البرميشن. هقول له ماشي يس، وهاجي هنا على الكلاينت اجرب اعمل لوج اوف، ادي ساين اوت، ونعمل نرجع نعمل ساين ان على طول، ونشوف هل الباك جراوند بتاعته لسه بتتغير ولا لا. هنلاقي ان هو الباك جراوند رجعت طبيعيه خالص، ما اتطبقتش عليه الحته او بتاعت البوليسي بتاعتي. ولو جربت مثلا ادخل اجيب بس الصوره اللي احنا كنا نزلناها بالبروفايل بتاع ريم، ادي سي يوزرز ريم كونتينيو اللي هو الادمنستريتور، بعد كده ديسكتوب، واخد الصوره دي عندي، خلينا ناخدها كوبي. لو انا جربت اعمل رايت كليك بعد كده سيت باك جراوند هتلاقيها بتطبق عادي، فهو كده مش نازل عنده البوليسي دي لان انا عملت له ديناي من ابلاي للبوليسي دي. يبقى لو حابب ان انت اي بوليسي بقى عندك تطبقها على كل الناس بس في اكسبشنز معين لناس معينه ينفع تضيفها من هنا، يبقى من الديليجيشن بعد كده اجي على ادفانسد واضيف اليوزر اللي انا عايز اعمل له ديناي للبوليسي دي، واجي على الحته بتاعت ابلاي جروب بوليسي واعلم على ديناي. طيب هنلاقي طبعا يعني البوليسي كده ما اتلغتش، يعني ده على اسر اتلغت لان انا عملت له ديناي، لكن لو دخلنا بريم تاني هنلاقي البوليسي اللي بتطبق عليها عادي جدا. يعني برضو نجرب سريعا كده عشان نتاكد، ادي اذر يوزر وريم، وادي الباسورد، هنلاقي هي لسه متطبق عليها البوليسي. ولو جت تعمل او تغير الباك جراوند مش هتحصل اي حاجه او مش هتقدر تغير الباك جراوند. حاجه تانية، احنا كنا اتفقنا ان البوليسز بتتطبق من فوق لتحت، فالبوليسي اللي بتتطبق على الاو يو هي البوليسي اللي عليها. يعني لو انا عامل بوليسي هنا وبوليسي على الاي تي وبعد كده بوليسي على اليوزرز، البوليسي الاخيره هي اللي بتتطبق. طيب لو انا عايز البوليسي دي بتاعت الباك جراوند تتطبق وتبقى انفورسد على كل الناس، هاجي اعمل عليها رايت كليك واختار حاجه اسمها انفورسد. انفورسد خلاص كده هتتعمل عليها علامه قفل كده، ودي كده خلاص يعني هتسمع مع كل اليوزرز او مع كل الحاجات اللي عندي في الدومين او تحت الاو يوز اللي تحتيها كلها بطريقه انفورسد. تمام كده. طيب لو انا بقى عندي اكتر من بوليسي متطبقه، يعني مثلا خلينا الاول احنا نلغي الانفورس دي، وممكن نلغي اللينك ده ممكن ندلتها ونطبقها على الاويو بس اللي فيها ريم اللي هي الاتش ار. طيب هاجي هنا كده على الاتش ار واروح عامل لينك للبوليسي بتاعت الباك جراوند. طيب في عندي هنا كده حاجه اسمها لينكد جروب بوليسز، ودي بتبقى او جروب بوليسي بوليسي اوبجكتس، ودي بتبقى كل البوليسز اللي تبع المكان اللي انا واقف فيه. طيب هنفترض افتراض ان انا عملت جروب بوليسي تانية وسميتها باك جراوند 2، وجيت على باك جراوند 2 دي عملت اديت. خلينا الاول ناخد الايمج دي كوبي ونروح على البي دي سي image وانقلها في المكان ده. هو كنت واخد read permission هو مش هيرد، خلاص هاخدها من السيرفر. اجي هنا ادخل على client 1 دولار ساين، وادخل على users، بعد كده user ريم، بعد كده desktop، هاخد image دي واجي احطها في الفولدر ده واسميها 2.png. هاجي بقى كده على الجروب بوليسي
هاخد كده الباث او المكان ده كوبي، وهاجي هنا على البوليسي الجديده بتاعت الباك جراوند التاني، وهروح على الادمنستريتيف تمبلتس والسيتنجز، او ممكن نروح لها بقى على طول احنا عارفين مكانها، ديسكتوب، ديسكتوب تاني، وهاجي هنا على الديسكتوب وول بيبر، واروح عامل انيبل، واديله الباث 2.png، واعمل اوكي على الجروب بوليسي دي. طيب انا هنا دلوقتي انهي واحده اللي هتطبق لو انا عندي اكتر من بوليسي، وفي حاجات طبعا متعارضه في النص. طيب اللي بيتطبق هي اول واحده فوق، يعني خلينا مثلا الاثنين اللي احنا لسه عاملينها دي هنطلع هي تبقى فوق، يبقى هي رقم واحد، ده الاوردر بتاعها هو لينك اوردر، هي رقم واحد دلوقتي، يبقى هي دي كده المفروض هتطبق. طيب خلينا نروح كده على الكلاينت ونعمل لوج اوف، نعمل لوجن تاني، كانت عايزة تطبق تقريبا بس هي جابت سكرين سودا خالص، هو غالبا عشان بي ان جي. طيب خلينا كده نجرب نعمل لوج اوف تاني، نجرب نعمل لوجن كمان مرة، خلينا ننزل صورة تانية مثلا تكون جي بي جي على ما يعمل لوجن. اوبونتو جراوند جي جي، نجيب الايمجز مثلا وليكن الصورة دي، save image as، وأسميها 3.jpg، وأحطها في الفولدر ده. نرجع للكلاينت، هي دي بس ما ظبطتش. طيب خلينا كده نروح على الجروب بوليسي ونعدل فيها، ممكن ناخد الباث بقى بالمرة، ادي bdc image، بعد كده اللي هي 3 GBG، وهاجي هنا على البوليسز administrative templates desktop desktop، وهاجي على الوول بيبر وهديله الباث الجديد. هي ما نفعتش عشان انا هنا كنت مديله اي، فهو راح على الاي في الكلاينت ما لقاش في صوره فخلاها سودا. طيب خلينا بقى نكتب الباث بشكل صح، باك سلاش باك سلاش بي دي سي، بعد كده ايمج بي ان جي، تمام. خلينا ندوس اوكي، واروح تاني على الكلاينت نديله ساين اوت، ونرجع نعمل ساين ان كمان مره، كده المفروض تظبط ان شاء الله. هي بس ما ظبطتش عشان انا كنت مديله لوكال باث، فالمفروض لو هستخدم اللوكال باث ده ارمي الصوره دي في نفس الباث على كل الاجهزه، يا اما اختار بقى اليو ان سي باث. تمام هنلاقيها ظبطت معايا اهو، وحط لي الصوره، بس احنا كنا مختارينها سنتر فعشان كده ظهرت سنتر معايا، يعني لو دخلنا هنا كده دبل كليك هنلاقي هي كانت سنتر. لو عملتها فيل هتشتغل معاك عادي، طبعا هتبقى ماليه الصوره زي الـ 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 الصوره اللي قبل كده. دوس بس عليها اوكي، واجي هنا لوج اوف، اعمل لوج ان تاني، هنلاقيها ظبطت معانا اهو. ولو حبيت بقى ان انت تغير الباك جراوند، يعني احنا ما عملناش ريستريكشن او ما عملناش بروهيبت لليوزرز ان هم يغيروا الباك جراوند، فانا دلوقتي لو جات لي صوره وعملت رايت كليك عليها بعد كده سيت باك جراوند مش هتتعمل. ليه؟ لان البوليسي الثانيه هي معموله فيها بروهيبت، فهو خد يعني هو سمع البوليسي الاولانيه في الباك جراوند لانها كانوا متعارضين مع بعض، يعني هنا الاثنين دول اهو هما كلهم هيطبقوا، بس لو حاجه هنا وحاجه هنا هما الاثنين موجودين
لا بالترتيب بقى، يبقى هي الاوردر الاولاني هو اللي هيتطبق في الحاجه اللي متضاربه في الاثنين، لكن بقيه الحاجات اللي هنا هي هتتطبق برضه. فعشان كده ريم ما عرفتش تغير الباك جراوند، حتى لو البوليسي الاولانيه دي كانت متطبقه. طيب هو في طبعا حاجات كتير جدا بتتعمل بالبوليسيز او بالجروب بوليسيز، وما فيش حد طبعا بيحفظ كل الكلام بتاع الجروب بوليسي، يعني لان كميه حاجات رهيبه. فانت الطبيعي ان انت هتشوف مثلا انت عايز تعمل حاجه، هتسيرش تقول انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه دي عن طريق الجروب بوليسي، هتلاقي ارتكل وكلهم بقى بنفس السيناريو. هتدخل على البوليسي، اهم حاجه تقرا الديسكريبشن وتشوف هي هتطبق على انهي اجهزه بالظبط، وتشوف بقى تعمل انيبل ولا ديسيبل ولا تسيبها نوت كونفيجرد. وتاخد بالك ان مش اي انيبل، يعني هو بيقلله الحاجه، هو بيبقى على حسب الحاجه اللي موجوده. يعني كان بروهيبت مثلا وانت هتعمل لها انيبل، يبقى هو هيمنع الحاجه دي. طيب دلوقتي بقى هندخل مثلا في الديفولت جروب بوليسي بتاعتنا. هاجي على الديفولت جروب بوليسي وهعمل عليها رايت كليك اديت، ونبدا نبص على السيتنجز اللي موجوده عندنا بتاعه السكيورتي. طيب السكيورتي هو ده متعلقه مثلا بالباسورد والحاجات بتاعه الاكونتات والكلام ده. فالباسورد والكلام ده هو بيبقى مختص بالكمبيوتر. فهاجي هنا على الكمبيوتر كونفيجريشن، بعد كده بوليسي او بوليسز، بعد كده ويندوز سيتنجز، بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها سكيورتي سيتنجز. جوه السكيورتي سيتنجز في حاجه اسمها باسورد بوليسي او اكونت بوليسز الاول، بعد كده باسورد بوليسي. هنلاقي في الباسورد بوليسي دي في حاجات معموله انيبلد بقيم معينه، هنبدا ناخدها واحده واحده. اول حاجه حاجه اسمها انفورس الباسورد هيستوري، ودي معموله 14 او 24 باسورد ريممبرد. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا على الكلاينت ده مثلا ريم غيرت الباسورد النهارده، خليتها مثلا باسورد 1 2 3 او باسورد 1، جت غيرتها كمان مره فخليتها باسورد 2، غيرتها كمان مره فخليتها باسورد 3، جت تغيرها رابع مره كتبتها مثلا باسورد 1، هيرفض وهيطلع لها ايرور ان ما ينفعش تغيري باسورد في حاجه موجوده عندك في الهيستوري. طيب هيفضل فاكر كام مره؟ هيفضل فاكر 24 باسورد، يعني هي تفضل تعمل باسورد 1 2 3 4 5 لحد 24، وبعدين تبدا بقى من الاول عادي. طالما عدى عليها 24 باسورد ينفع تغير او تكتبها هي تاني. فانت لو حابب مثلا تخليها 3، انا اعمل دبل كليك عليها وتغير الرقم هنا وليكن مثلا 3، يبقى انا كده عايز اخليه يفتكر اخر 3 باسوردز، ما ينفعش يعملهم زي بعض. يعني اخر 3 باسورد ما ينفعش يختار منهم اي واحده يخليها هي الرابعه، لا لما يجي يعمل واحده رابعه يختارها غير الثلاثه اللي فاتوا. طب لما يجي يعمل واحده خمسه ممكن يختار اول واحده بقى كان عاملها في الاول خالص، عادي مفيش مشكله. طيب الماكسيمم باسورد ايج ده عباره عن هيعمل اكسبايريشن للباسورد بتاعتك بعد كام يوم. يعني هل هو هيسيبك بنفس الباسورد على طول طول حياتك لو انت ما غيرتهاش؟ لا، هو هيبقى على حسب القيمه اللي موجوده هنا. انت مثلا عايز كل 42 يوم يغير الباسورد، ممكن تغيرها تخليها مثلا وليكن كل شهر، كل 30 يوم. يبقى هو كل 30 يوم هو بيجي يقول لك انت خلاص الباسورد بتاعتك اكسبايرد وانت لازم تغير الباسورد بتاعتك. نيجي على النقطه اللي بعد كده اللي هي مينيمم باسورد ايج. مينيمم باسورد ايج هنا معموله واحد، معنى كده ان هي لو حد غير الباسورد بتاعته وجه يغيرها تاني في نفس اليوم مش هيرجع، هيقول له لا انت في عندك مشكله، انت لازم تعدي يوم، او المينيمم باسورد بتاعتك خلاص هي يوم فما ينفعش تغيرها غير لما يوم كامل يعدي. طيب خلينا نجرب الحته دي مثلا. انا هاجي هنا هعمل الت كنترول ديليت واعمل تشينج باسورد واروح كاتب مثلا باسورد. خلينا الاول نعمل ابديت للبوليسي عشان تطبق كمان، او نجرب بالمره ان هي الثلاثه باسوردز اللي هيفتكرها. طيب خلينا نقفل دي كده، اجي اعمل له ريستارت، اجرب اعمل لوجن تاني.
خلينا نجرب بقى كده نغير الباسورد، ادي الت كنترول انسيرت، بعد كده اجي على تشينج باسورد، هكتب الباسورد القديمه اللي هي باسورد بس، والباسورد الجديده هخليها باسورد واحد، وكونفيرم عليها باسورد واحد، وادوس انتر. كده قال لي الباسورد بتاعتك has been changed، خلاص اتغيرت. لو اليوزر جه بقى استعبط تاني وراح عامل الت كنترول انسيرت او الت كنترول ديليت بقى، وعمل تشينج باسورد وكتبها باسورد واحد، وجي يغير باسورد اتنين وباسورد اتنين ودوس انتر، طلع لك الايرور. ليه؟ لان انا خلاص انا هنا قايل له ان انت في خلال يوم ما ينفعش، المينيمم يوم. طيب خلينا اعدلها، هنروح على بوليسز، بعد كده ويندوز سيتنجز، بعد كده سكيورتي سيتنجز، بعد كده اكونت بوليسي والباسورد بوليسي. طيب لو دخلنا على دي وخليناها زيرو ودوسنا اوكي، وتعالى نيجي نعمل ريستارت ونشوف هيقبل معانا نغيرها ولا لا. احنا هنكتب بقى باسورد الجديدة، باسورد واحد. جرب دلوقتي كده اعمل الت كنترول انسيرت واغير الباسورد، اكتب له الباسورد اللي هي باسورد واحد، واكتب باسورد اتنين، والجديدة برضو باسورد اتنين، ادوس انتر، هتلاقيه بيقول لك ان هي اتغيرت عادي جدا. ليه؟ لان انا هنا في البوليسي اعمل لها ايديت، ادخل على بوليسز، ويندوز سيتنجز، سكيورتي سيتنجز، اكونت بوليسي، باسورد بوليسي، لان انا هنا خليتها زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني خلاص ما مالكش دعوه بقى، ان شاء الله يغيرها كل دقيقه مش هتفرق معاك. لو انت عايز بقى تخلي اليوزر ما ينفعش يغيرها غير مره واحده بس في اليوم، ما ينفعش يغيرها تاني غير تاني يوم، هتختار دي واحد وهكذا. طيب المينيمم باسورد لينث، اقل عدد حروف يكون سبعه. يعني لو انا هنا جيت استعبطت وعملت الت كنترول انسيرت، عملت تشينج باسورد وكتبت الباسورد القديمه اتنين، وهنا بي ات اس اس دبليو زيرو كده سته، بي ات اس اس دبليو زيرو كده ست حروف، انتر، هتلاقيه بيطلع لك المسج. ليه؟ لانك انت ما كملتش العدد اللي هو قال لك عليه هنا. طبعا لو غيرتها مش محتاجين بقى نجربها، يعني انت ممكن تخليها 3، ممكن تخليها 8، ممكن تخليها 14، على حسب البوليسي اللي عندك في الشركه. في حاجه بعديها اللي هي الكومبلكسيتي. انت دلوقتي لما تيجي تعمل باسورد، هل هيقبل ان انت تكتب 1 2 3 4 5 6 7 كده سبع حروف اهو، هيقبل؟ او مثلا اي بي سي يعني نفس الحروف من اي مثلا تكتب سبع حروف. لو انت عامل انيبل للباسورد كومبلكسيتي مش هيرضى. طيب هي عباره عن ايه بقى؟ يعني تعالى مثلا نبص على الاكسبلين بتاعتها. هي طبعا كل حاجه من دول فيها اكسبلين، يعني مثلا بتاعت الزيرو دي اللي هي المينيمم باسورد ايج، لو انت بصيت هنا هتلاقي بيقول لك ان انت لو عايزه يغيرها ايميديتلي في اي وقت خلاص هتخليها زيرو، مفيش مشكله. نفس القصه بالظبط بالنسبه للكومبلكسيتي، لو دخلنا على اكسبلين هتلاقي بيقول لك ان انت الباسورد بتاعتك لازم يبقى ليها شروط معينه. طيب ايه هي الشروط دي؟ ان هي ما تبقاش فيها حاجه من الاسم بتاعك او الفول نيم يعني او اليوزر نيم، ويكون ان هي ما تقلش عن ست كاركترز، وتكون بتحتوي على ثلاثه او ثلاث شروط من الاربعه اللي جايين دول، حروف انجليزي كابيتال او حروف انجليزي اللي هي سمول، ارقام من صفر لتسعه، وسبيشال كاركتر. فانت تعمل كومباينيشن بقى من الاربع حاجات دول، يعني مثلا ممكن تكتب حروف كابيتال مع ارقام او و سبيشال كاركتر، او حروف سمول وارقام وسبيشال كاركتر، او حروف كابيتال وحروف سمول وارقام، يعني تختار لك ثلاثه من الحاجات دي وتعمل بيها الباسورد بتاعتك. فانت لو عايز تنفذها هتعمل انيبل، مش عايز هتعمل ديسيبل. دول كده الحته بتاعت الباسورد بوليسي او الحاجات المهمه اللي في الباسورد بوليسي. فاضل كده بقى برضو حاجة اسمها اكاونت لوك اوت، دي ممكن نشوفها الفيديو الجاي عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل قوي، وبرضو هنشوف برضو الفيديو الجاي المفروض ان شاء الله يعني ازاي نعمل ماب نتورك درايف عن طريق الجروب بوليسي.
احنا كنا خدناها زمان لو نفتكر عن طريق السكريبت، كنا عملنا سكريبت اللي هو في الستارت اب والشوت داون، او لو على اليوزر كانت هتبقى في الويندوز سيتنجز برضو سكريبت بس في اللوج اون واللوج اوف، كنا خدناها زمان كده ساعة ما كنا بناخد الشيرنج والحاجات دي. هنتعلم بقى المفروض ان شاء الله المرة الجاية او في الفيديو الجاي ازاي نعمل الماب نتورك درايف عن طريق الجروب بوليسي وتسمع عند كل الناس عندي في الشركة. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، وان ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.